السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو ديالنا الجديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين ضاحكين ناشطين يا رب نتوما واللي عزيز عليكم. قبل ما نبدا في الفيديو، اولا كنبغي نشكركم كاملين ديما غنشكركم. علاش؟ لان تبارك الله ما شاء الله ما تصوروش الناس اللي تتواصل معايا لهلاكم عليا، وشكرا شكرا بزاف على الدعوات ديالكم. راه اقل ما يكون اللي كتتواصل معايا ولا كتكتب لي ولا كتعيط لي كتقول لي بغيت غير ندعي معك. فشكرا على الدعوات ديالكم، وكنتمنى ربي يعطيكم الضعف ما تتمنوا. ديما ملي شي واحد تيبغي الخير لشي واحد فكونوا اكيدين بان داك الخير راه تيرجع ليه. فشكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. دائما ملي كيكون شي حد هكا خدام فواحد المشاريع غير صغيور وكيتعاكل على الله وبداو، فما تبخلوش انكم تشجعوه. ماشي ضروري تشريو من عنده، ماشي ضروري تكونوا كليان ديالو، ولو غير بدعوات الخير هادي كافي، ولا غير بواحد القليب تصيفطولو هذه كافيه انكم تفرحوه وتدعموه. فزعما الحمد لله انا ربي كرمني، عندي كليان ديالي اللي قدامين معايا وكاين حتى جدادين، فمرحبا بكم كاملين وشكرا بزاف لهلا يخطيكم، شكرا على الدعم ديالكم الكلمات الزوينين. دابا ما نطولش عليكم، دخلوا في صلب الموضوع. فيديو غادي يعجبكم اكيد لان فيه ما قل ودل. الناس اللي عزيز عليه هذاك الشيء انيق وبسيط، قنيطرات اللي تلبسو لبسهم في الدار، لا بغيت نفرح براسي وندلع راسي لبسهم اللي يجيو عندنا الضياف، لبسهم في المناسبات ملي كتكون مجموعه العائله وكتكون زعما حفيله كبيره، وهذا كنبغي نلبس شي حويجه تكون تقليديه وفي نفس الوقت خفيفه ما تطلش عليا. فهاد الفيديو غيعجبكم انا اكيده غيعجبكم، وما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير واش عجبكم لي موديل ولا لا. فجمعت لكم تشكيله غزاله، اللوينات كتحمق، داكشي منعش يا سلام. خديمتها هي سهله بسيطه، ماشي شي حاجه اللي شارجي زعما، لان في الدار ما يصلحناش نلبسوا داك الشيء مثلا دو بياس ولا ما يصلحش، خصنا شي حاجه تكون خفيفه هكا. ليديدات كيكونوا هكا يمكن لي نجمعهم او لا يكونوا قصارين ولا باش كيسهل عليا نقدي شغالي في خاطري يا الحادقات تبارك الله عليكم. ف هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله، تنتمنى الفيديو يعجبكم. سمحوا لي راه تنطول عليكم في الهضره، ولكن راه ما تنسخاش بالهضره معاكم. راه هذا الشيء اللي تيحمسني نهضر معاكم هكا ونتواصل معاكم هكا والله العظيم. وما تسالوني حلوف الى التواصل ديالكم معايا، راه زعما تبارك الله ما شاء الله واحد الادب واحد الصواب تيخليني نبقى نقول تبارك الله. فشكرا لكم، شكرا للحب المتبادل اللي كتعطوني لهلا يخطيكم. نتلاقاو ان شاء الله غير في ساعه الخير، واي حاجه احتاجيتوها ولا شي موديلات بغيتوهم فغير قول لي، وانا كما تنقول ديما امر وانا نغامر. فنخليتكم راحه البال، فرجه ممتعه. الا عجبكم لي موديل وعجبكم الفيديو قولوها لي، بغيتو شي حاجه ولا شي جديد قولوه لي. دائما حنا ديما ان شاء الله على تواصل. انا كنخلي لكم النمره ديالي والانستغرام ديالي، اي تساؤل ولا استفسار فما تبخلوش، غير اجيو عندي وانا على راسي وعيني كنجاوبكم كاملين. الى هنا نخليكم تكملوا الفيديو، فرجه ممتعه وشكرا مره اخرى، مع السلامه.